ولتقديم كلمة الترحيب إلى الضيف الكريم أدعو أمامكم فضيلة الشيخ وسيم أحمد الرياضي مدير الجامعة الإسلامية سنابل نيودلهي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يسعدني أن أرحب بضيفنا الفاضل الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم حفظه الله وتولاه إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة الطيبة، والضيوف الآخرين من أصحاب الفضيلة والسعادة بمناسبة مشاركتهم الكريمة في هذا المؤتمر الدولي المنعقد تحت إشراف مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية في نيودلهي في رحاب الجامعة الإسلامية سنابل، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة مسؤولي وأعضاء المركز وجامعته ومديري أقسامه في العاصمة والقائمين على فروعه في أنحاء الهند، وعن مدرسي وطلاب مؤسساته التعليمية، وعن دعاته وباحثيه وسائر منسوبيه، نرحب بكم أجمل ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الزكية الطاهرة، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في مركزكم هذا، ونشكر المولى عز وجل على إتاحته لنا فرصة استقبالكم والترحيب بكم في رحابه. ضيوفنا الأفاضل، إن من نعم الله العظيمة على عباده المؤمنين أنه أكرمهم بالأخوة الإسلامية الشاملة التي تربط المسلمين بعضهم ببعض في أنحاء المعمورة برباط ديني وثيق، مهما بعدت أوطانهم واختلفت ألسنتهم فهم جميعاً إخوة في العقيدة والدعوة إلى التمسك بالإسلام الصحيح الصافي في ضوء الكتاب والسنة على منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. ضيوفنا الكرام، لا يخفى عليكم ما كان لعاصمة الهند دلهي من أهمية في تاريخ العلوم الإسلامية والثقافة الدينية في الماضي، فإنها كانت تعد من أكبر المراكز العلمية والدينية والإصلاحية على الصعيد العالمي، كما أنها كانت في جل عصورها السالفة مقر كبار المجددين والمصلحين والمحدثين من أمثال الشيخ أحمد السرهندي والشاه ولي الله الدهلوي والمجاهد الكبير الشاه محمد إسماعيل الدهلوي والإمام العيلم الشيخ نذير حسين محدث الدهلوي والإمام الحجة الشيخ محمد بشير السهسواني. وكان يقصد العاصمة دلهي علماء متقنون ومصلحون ناصحون عبر التاريخ في شتى العصور من جميع أنحاء العالم. أذكر منهم على سبيل المثال في الماضي البعيد الإمام عبد العزيز الأردبيلي من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي اهتدى على يده الملك الهندي محمد تغلق رحمه الله، الذي قضى على عبادة القبور والبدع والخرافات الأخرى. وفي الماضي القريب الإمام إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ وعلامة نجد الإمام سعد بن عتيق من الرياض، والشيخ أبو الوادي علي بن الوادي من القصيم، والشيخ يحيى بن يحيى التونسي من المغرب، والشيخ محمد الصيني من الصين، والشيخ محمد السوكرتي من اندونيسيا، والشيخ عبد العزيز بن راشد، والشيخ عبد الله بن يابس، ومصلح جنوب السعودية الشيخ عبد الله القرعابي، والدكتور محمد تقي الدين الهلالي المغربي، وغيرهم من عشرات العلماء والأفاضل من تلامذة الشيخ نذير حسين المحدث الدهلوي. إخواننا الكرام، هذا غيظ من فيز من تاريخ دلهي على العلم والدين في الماضي. أما التاريخ الحديث لدلهي فهو يبتدئ من كارثة تقسيم القارة إلى الهند وباكستان، ولا شك أن هذه الكارثة جاءت بشتى المشاكل والصعوبات على هذه المدينة العالمية، وقضت على المؤسسات والمنظمات العلمية والدعوية التي كانت توجد منذ قرون، ولكننا نحمد الله تعالى على أنها لحيويتها ولمكانتها الكبيرة التي تحتلها بين دول العالم نجحت هذه المدينة في إعادة كثير من أنشطتها. ولكنه مع الأسف الشديد
لم ينشأ في دله مركز تعليمي توجيهي قوي يدعو المسلمين إلى العودة إلى دينهم الخالص وعقيدتهم الصحيحة. وكان الغيار من طلبة العلم وعامة المسلمين من داخل الهند والواردين إليها من الخارج يشعرون من زمان بهذا الفراغ. بناء على هذا الشعور الجميل تقدم فضيلة الشيخ عبد الحميد بن عبد الجبار الرحماني رحمه الله وأكرم مثواه، وذلك في شهر رمضان المبارك سنة 1400 من الهجرة النبوية الموافق ليوليو عام 1980، ليملأ بعد الفراغ العلمي والدعوي الذي نشأ من انقضاء المعاهد الدينية ولعلمه المعروف إثر استقلال الهند وانقسامه، وشجعه على هذا العمل التعليمي والتربوي والخيري البناء كبار الشخصيات الإسلامية العالمية، وعلى رأسهم الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وعلامة القسيم الشيخ محمد ابن صالح الوسيمين رحمهم الله، ورئيس شؤون الحرمين وإمام وخطيب المسجد الحرام سابقا على علامة الأديب محمد ابن عبد الله السبيل رحمه الله، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن السديس، ومعالي الدكتور صالح ابن عميد، والشيخ الدكتور إبراهيم بن سعود الشريم وغيرهم حفظهم الله وتولاهم ضيوفنا الأجلة. نحمد الله تعالى على أن المركز قد قطع في هذه المدة شوطاً بعيداً في مجال الدعوة والإرشاد والتدريس والتربية والتوجيه والتحقيق والترجمة والتأليف، وكثرت أنشطته وتعددت أقسامه وتشعبت فروعه، وها هي نبذة عن بعض أنشطته وإنجازاته من غير دخول في التفاصيل، فإنها تقتضي وقتاً طويلاً وبحثاً كاملاً، ولا نريد إزعاجكم بالتطويل. الجامعة الإسلامية بصنابل نيودلهي من أهم أنشطة المركز التعليمية والتربوية للبنين هي جامعته الإسلامية بصنابل المعترف بها في كافة الجامعات الأهلية في الهند وبعض الجامعات العصرية الحكومية فيها، والمعترف بها في أهم جامعات المملكة العربية السعودية، حرسها الله ووقاها من كل شر وفتنة. والمناهج الدراسية التي تدرس في الجامعة تمتاز باستقائها من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وجمعها بين العلوم الإسلامية وبين العلوم العصرية والمعارف الحديثة واللغات المختلفة. الأقسام التي تضمها الجامعة حالياً 11 قسماً، وأهمها كلية الشريعة في سنابل، والمعهد الثاني في سنابل، والمعهد المتوسط في سنابل، ومعهد عثمان بن عفان لتحفيظ القرآن الكريم في جوغاباي، وجامعة البنات الإسلامية جوغاباي نيودلهي. ومن أهم أنشطة المركز التعليمي والتربوي للبنات في نيودلهي هي جامعته البنات الإسلامية، وهذه الجامعة تضم الكليتين وثلاث معاهد، كلية عائشة صديقة للشريعة وكلية خديجة الكبرى للبنات، وعدد الطلاب والطالبات في القسمين الداخلي وغير الداخلي يبلغ 5000 طالب وطالبة، المتخرجون يبلغ عددهم 2344 متخرجا. دورات تدريبية، وقد أقيمت دورتان تدريبيتان للمدرسين والدعاة والطلاب المتخرجين والدارسين من قبل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ونخبة من العلماء المملكة العربية السعودية أقاموا دورتين باسم دورة الشيخ الإسلام ابن تيمية في رحاب هذه الجامعة الإسلامية. الأنشطة الدعوية والتصنيفية والخيرية وغيرها زيادة على هاتين الجامعتين، فإن المركز يشتمل على عدة أنشطة علمية وتحقيقية وأنشطة دعوية وإرشادية، وأهم هذه الأنشطة ما يلي: مجمع البحوث الإسلامية، مجلس الفقه الإسلامي. ونظراً لضيق الوقت واستفادة من كلمة ضيفنا الكريم، أنا أكتفي بهذا القدر من المعلومات عن المركز وأنشطته، وأذكر أخيراً ضيوفنا الكرام، نعتذر إليكم على أننا ربما تطولنا هذه الكلمة ولو كانت قصيرة، بحيث أن هذا البرنامج وقته ضيق جداً. وختاماً نسأل المولى الكريم
أن يحفظ ويرعاكم زخرا للإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.